اتفضلوا. شكرا يا شيخ هارون. كل جناح فيه 22 ريشه والذيل فيه 11، وكل ريشه لها اسم. الريشه اللي في الجناح اسمها الموس، والريشه اللي في الذيل اسمها النيفه. او بتعمل بيه ايه بقى بعد كل ده؟ صاحبي، صاحب الزين، تعلم منه. الواحد يلقى وين صاحب احلى من الصقر. يشوف احسن مني ومنك، لما ينزل على الفريسه ما يتركها الا كوم عظم. نور يا بنت عمي. بنورك يا هارون. طب احنا متشكرين قوي هارون على الفقره بتاعت الصقر دي. يا ريت بقى ندخل في الموضوع ونتكلم في اللي احنا جايين لك عشانه. سامعك. احكي. ريهام ليها حق هنا، والحق ده لا مؤاخذه يلزمنا. ومالها يا عم؟ ومالها؟ ما تضيع عند حقوق. لا ازاي ما بيضيعش عندك حقوق؟ انت بتستغل الارض دي لمصلحتك انت، وكان ريهام دي ملهاش اي حد يجيب لها حقها. ريهام امينه شخرون، احنا عايزين الارض بتاعتنا، نحددها ونعمل حواليها سور. سور؟ سور ايش؟ ارض ريهام وسط ارض اهلها وناسها، حاجة غريب. تعزي الناس تاكل وشنا، يقولوا ايه عيلة الذهبي بيخونوا بعض. انا عايزه الارض عشان اعمل عليها مشروع. ومالها؟ ومالها؟ نسوي لك مشروع. لا احنا متشكرين، احنا ناخد الارض ونعمل فيها اللي احنا عايزينه. شوف يا يحيى، انت غريب عنا، ما تدري عنا شيء زي ريهام. عنا ما في شيء يتم الا بموافقة شيخ القبيلة اللي هو انا. نسوي لك المشروع ونشغله لك، احنا ادرى باللي ينفع الناس. شوف انت بقى هارون، الكلام اللي انت قلته ده كله على عيني وعلى راسي، بس انا ما باكلش معاك الكلام ده. والاخر كده وبالعربي وسكه ودغري، احنا ناخد ارضنا ونعمل فيها اللي احنا عايزينه. ارضنا؟ انت وارث معنا فرد هاشم واحنا ما ندري ولا ايش؟ لا مش وارث معاكم ولا حاجه، بس مراتي وارثه، وانا اللي متصدر لها في حقها. يمشي معاك الكلام ده؟ لا، اللي يمشي معاي تاخدوا واجبكم وتوكلوا على الله قبل الليل ما يليل. اول كل سنه يوصلك ايجار الارض. بس انا ما اجرتش الارض. اجرتها انا. الكلام اللي انت بتقوله ده هارون لو من اصول عيله وصله قرابه ولا من اصول الشغلانه. اللي يخليك ترد الجميل لهاشم الذهبي ابن عمك. هو انا محافظ على ارض هاشم يبقى مش برد الجميل؟ دي الاصول اللي عندكم في مصر. لا وضع الله. يعني ده اخر كلام عندك؟ هذا اللي بعد الاخر. تمام، يلا بينا يا بنت الحلال، عندنا سفر ولسه السكه طويله. هو احنا هنقوم دلوقتي على انا قلت قومي يبقى تقومي. يلا استعنا على الشقة بالله. بس انت طلعتي جامده قوي في الاكس. انت لسه شفت حاجه؟ ده انا عاجبك قوي. صدقتي نفسك ولا ايه؟ بجد مش عارف اشكرك ازاي. ما تقولش كده، ندى صاحبتي واختي. بجد شكرا يا رودي، من غيرك ما كنتش عارف اخرج من الكابوس اللي انا كنت عايشه فيه ده. تقوليش كده، انت صاحبتي وانا بحبك. بعدين مش فاهمه انت ليه مش عايز تيجي عندي. لا اما روان اكيد هدور عليا عندك، وبعدين انا مش ضامنه باباكي ممكن يسلمني. بابا ما يقدرش يعمل حاجه انا مش عايزاها. يا جماعه انتوا مش فاهمين، مروان ده مجنون عادي ممكن يخطفكم انتوا الاثنين. ندى لازم تستخبى لحد ما مروان يهدى بس. طب عموما لو احتجتوا اي حاجه قولوا لي. باي. يلا باي. خليك بقى في العربيه.
أبلة مريم يا أبلة، مش هرد عليكي طول ما انتي بتقولي لي يا أبلة دي. طب يا طنط. طنط شفتي طالعة من بقك زي العسل ازاي؟ تعالي تعالي جنبي. معلش ما تزعليش مني، أنا تربيتك ده أكيد غصب عني. حبيبتي هي في أم بتزعل من بنتها؟ طب على فكرة أنا عيد ميلادي النهاردة. لا بجد، كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة، وبصراحة كده عمار عاوز يعمل لي حفلة، وأنا بصراحة عايزة أكون حلوة وشكلي يكون متغير. حلوة؟ هو في أحلى من كده؟ ده أنتي ست البنات. بصراحة كده أنا نفسي أكون زيك. طب تعالي تعالي نختار مع بعض. ايه ده؟ ايه رأيك؟ بس ده عريان قوي، يتلبس ازاي كده؟ يتلبس كده؟ فكرك كده؟ فكري كده؟ كيف تتجرأ وتيجي لحد أرضنا وتطلب مني طلب مثل هاد؟ في حد نخبرك إنها تجار سلاح؟ وانت ليش شاغل بالك يا ابو نصير بمين قال هالكلام الفاضي؟ احنا ودنا المصلحة تعم على الكل وانت بتاخد نصيبك. ايش؟ نصيبي؟ ودك تعطيني مال مقابل اني اتركها إلكم تخربوها وتهجروا اهلها؟ وانت ايش اخدت من البلد يا ابو نصير؟ سيب البلد لاهلها ودور على مصلحتك. احنا اهلها ومصلحتي انك ترمي قدامي قبل ما اسلخك مثل الدبيحة. هذه بلدي وانا اعتبر نفسي ما سمعت اخر جملة، عشان احنا اخوة، ولو اني خدت بكلامك هذا بنصير عداء. وماله؟ نحن اعداء. قوم من قدامي. السلام عليكم. سلامكم عليكم وسلام ربنا بريء منكم. قوم. الواجب يا ابوي. هدول الاندال ما يستاهلون الواجب. يا ابوي انت كده خلقت ما بيني وما بينهم عداوه، وهدول ناس مش سهلين، دول قتالين. ولو احنا اللي مقوينا وحامينا سيرتنا وشرفنا مش قوتنا وسلاحنا. وانت لابد انك تتعلم كيف تتكلم مع الاندال، من شان لما تصير شيخ قبيله من بعدي تكون إلك كلمتك ويسووا لك قيمه لكلمتك مش سلاحك. العمر الطويل ليك يا ابوي، تعمرني. وانت شايف مثل اخوك، كنت تريدني اسايرهم في الحديد وهذا الحكي المسموم؟ لا يا با، انت قلت خير الكلام. هودا الاغراب بالهم امان، ما يصير يدخلوا بيننا. لو ما كنت تعلمت يا سلام كان رايك هيختلف. يا با كثير تعلموا، لكن ولد الجمل والناقه واللي تربى على يد الشيخ نصير لازم يخاف على ربعه. واللي بيقولوا على السقف من خوفه علينا وعلى القبيل. بالاذن. رايق؟ رايق. اتفضلي يا ندى. دي شقة مين دي يا حازم؟ ما تقلقيش، انت هنا في امان. انا ما رضيتش اجبرك تيجي معايا القصر، بس ده طبعا مش معناه ان انا هحطك في مكان ما بقاش واثق ان انت تبقي في امان فيه. ربنا يخليك يا حازم، بجد انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. ولا اي حاجه. انا هروح اشوف بقى البواب كده يجيب لك حاجات للتلاجة، ولو عايزه اي حاجه ممكن برضو تبقي تقولي لي وانا ان شاء الله هجيبها لك. طب حازم معلش، انا عايزه اطلب منك طلب اخير كمان. اتفضلي. انا عايزك توصل لعيلتي في اسكندريه وتعرفهم ان انا عايزه ارجع اعيش في وسطهم تاني. حاضر، مع ان انا شايف ان انت مكانك هنا وسطنا. انا مكاني مش هنا يا حازم، ولا عمره كان هنا. ندى انت اختي، حتى لو ده في البطاقه بس. والله ربنا يعلم. انا بحبك.